تيتا مين؟ انا عادل. وينك انت؟ انت وينك؟ انا هون هون على الشجرة. شو عم تعمل فوق يا تيتا؟ ابشحل العريشي اللي اكدني لك. مش مأكدني منك. اوعى توقعي. تخافش تيتا، شو بك تعمل معي مقابلة؟ ايه لك واقف مقابلة هون وهديلك كل ما لك اللي هديلي كله من منيح تما قاله. طيب تبي تبي على مخك تبي رح تزت لمقاش مقاش الدفير بدي زت تبي خليك مسك لي هو منيح تا انزل. ها تخافش يعني بنزل انا ماهي اذا احسن صغيرة. ها تبهي مسك لي تشلو من منيح ماسكو. ايه انتبه رح يعلق اللي بشي اسمه الهدية. ماهي يا تيتا ما اديلك السلم بتنطي نط؟ ما هي قصة قصة. هلا بخبرك ليش بحط السلم هون. فوت فوت تغني عود 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 كيفك؟ ما هي السلم انا ليش بحطه هون؟ ليه؟ بحسن بهدي فيه الشجرة. كل ما بطلع علي عم تقلي وبهدي ايدها بالسلم. سمعتها بالسلم للشجرة. والله؟ ايه بهدي فيا. بس الله ما ايام جوزي بالزمانات شو كنا نشحل منه نعاودي كل سنه نشحل منه تشحيل الدنيا. والله ايه ليه شو تعذب بعدني هلا انا قاعد هيك عم لحالي تذكرت ايام لما كان يلحقني من ميل لميل. والله شو كان يعمل. ايه يا الله شو كان يعمل؟ كان يقتل حاله يا حرام. اهليتي برا بالزمانات اهليتي ايه. ما عادش بدهم اياها تنحر علي فرد تنحر. أنا كنت يعني بدي حبيته بس أهليتي بدون يبعدون عن بعض بدون يبعدون. صار بي ينقل من مطرح لمطرح. بالزمانات كان هين الأجار مش مثل هلأ نجي رخيص وهين. عد أنا كنا قاعدين نحن صوب فوق صوب المنطورية هونيك. عد غير بي وين قاعد أخذ بيت بالحدن. بيت هيك كانوا شو اسمه سكنات للأنكليس بيوتهم تاني يعني سقفهم تاني. جت امي قالت له تانيك الهيئه بينعادش فيه بدنا نغير منه زلمه الرجال. هو ده اللي لحقنا من ميل ميل وين ما نروح تلاقيه قدامنا. والله عد نقلنا من الحديد صوب وادي شحرور كفر شيما شوي فات وقف قبالي بالبيت هيك مشت منه انا من قلت له منين جيت دغري نطيت علي حمدون بالش معي هونيك رشمايا بالش معي طلع بوجي كمان عن جديد. طلعت يا عمي كيف عم يعمل هيدا؟ صرنا نطلع جبل 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 وصلنا لهونيك تقريبا ساوفر الفت وراي لقيته هو عن جديد. جنان يا عمي كيف بيلحقنا كيف بيعرف؟ ما كانش في اتصالات وتليفونات بسرعه مثل هلا. يخلق خلق هالزلم. عد شو عملوا؟ اخذوه اهليته كان عندهم شجر توت وهيدا بيعوهم. والله بيعوا كل ارزاقهم انه بحيثن وقتها بطل التوت ما عادش حدا يهتم فيه. كانوا يعملوه لدود ال دود الازز هي بيأزز على بعض التوت. ايه دود الازز بيعمل منه هي بيعملوا منه صوف وفرو وكتان وهيك شو بتلف على حيلها كتان. الدود الازز بيعمل شو اسمه؟ شو اسمه؟ هذا الدود بيعمل مش كتان بلا بيعمل كتان تيتا شو بيعمل صوف وكتان وهيك شغلات يعني. عد لغيبه هي الصناعة بحسن صناعة تراثية شو بده فيها للزت هيدي ما عادش إلى قيمة يعني مش مثل بالمكتيك إذا في عندهم صناعة ولو ما بتطلعش مشاري بيهتموا فيها بحسن إنه يبا هن مميزين بهالشغلة. هون كل شيء مي مميز بيهتموش فيه مميزين هون أكثر شيء بالغناني مي. عد لغوا دود الأز هيدا وصار يبيعوا التوتات. بعدين جت الوقت الحكومة قالت لهم هي التوت عم بيأثر على التليفونات. والله؟ ايه عم بيأثر بحيث ان شلشه بمد. كل ما يمد الشلش يضرب خطوط التليفون بحيث ان كانت قبل مش مثل هلا دي فوق تعليق وما تعليق كانت كلها تحت الارض تكنولوجيا. فوت شلش التوتي يضرب الخطوط الميكانيك تبع شو اسمه الدولة. شو تسمع؟ بتسمعش انت اللي بترفع السماعة في شي خط بلبنان الا ما بيقول توت 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 مظبوط ايه من ورا التوت هيدا. توت دربش لخطوط حتى حاكم الالكترونيك ايه. الالكترونيك توت هالهيئة ايه. نزع الخطوط كمان مش عم يمشي شي هلا ماشي الشرر الاكثر شي والشرر كمان في توت ايه.
ايه بس توت الشرر الغير توت شو اسمه مثل الكبوش يعني انجا خرج على السير ما بتحاسب شو بدك ما تشتغلي ايه هيد بيعوا اهليتو رزقيتهم وبين راحوا سكنوا سبسايدة اشتروا هونيك اراضي ايه اكاديمي وماوز وجاوز ولاوز وهالاشياء هايدي اشتروا هون وقعدوا هونيك سكنوا هونيك عشان يهربوا مني ايه صار هو يا حرام بالمخفي عن اهليتو شو يعمل يبعث لي ليمون نحن نقلنا كمان غيرنا كمان قعدتنا وقتها قعدنا بغار مطرح وهن قعدوا بصيدا صار من ورا اهليته من ورا دهر اهليته وبيته وبي وامه وعمومته يحوش شو يحوش اسا شو يطلع معه محوشين مثلا يبعث لك القرد قرد ماوز هاي يطلع من راسي بحيث ان انا اكله اكثر شيء حب الموز بالبيت اهليتي يحبوا الليمون يقولوا لي روجاني منين عم تجيك هالابداع هيدي قال لهم ان هي المكريه عم يجيبوا لنا هن من صوب الزباير عشان انه شو كان يعمل يبعتهم بالبحر انت ما حدا يشتري علي يبعتهم بالبحر بالشو اسمه بالفلوكه ينزلهم عبور جبايل وبنتنا جبايل يجيبوا لنا هن على البر بالبيت المكري يتفق معهم يعطيهم مطار زياده يعملوا لنا هن ديليفري كوريا مكري بس انتوا وين كنتوا قاعدين؟ نحن كنا قاعدين بوقتها بسور